كلم أبوه بالحسنى وبالهدى نصحه، وكان رحيم القلب في كلامه نصحه. كلم أبوه بالحسنى وبالهدى نصحه، وكان رحيم القلب في كلامه نصحه. أنا خايف عليك دعا ربنا يسامحه. قال له الصنم لو كان بينفع كان حيا نفسه. قال له أنا خايف عليك دعا ربنا يسامحه. قال له الصنم لو كان بينفع كان حيا نفسه. مسجدش غير لله جواه إيمان خلاه. أدم الصنم وتجاه نمرود ملك جبار قال احدفوه في النار. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورد إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن كيف يذبح إبراهيم ابنه؟ إنه لبلاء عظيم، إنه ابنه البكر وفرحته الأولى. ولكن إبراهيم لم يكن ليتردد في أمر من أوامر الله تعالى حتى وإن كان الأمر بذبح ولده. ولم يكن أمام إبراهيم إلا الانصياع لأمر الله بدون تردد. وذهب إبليس إلى إسماعيل يوسوس له قائلا إن إبراهيم يريد ذبحك، سيزعم لك أن الله قد أمره بهذا. فرد إسماعيل سمعا وطاعة. فقال إبليس ما أدراك أن الله أمره بهذا؟ فأمسك إسماعيل بسبع حصوات وألقاها عليه، وقال إسماعيل أعوذ بالله منك إنك أنت الشيطان. فذهب الشيطان إلى السيدة هاجر. يا أم إسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ سيذبحه. أتذكرين حين تركك إبراهيم في هذا المكان الموحش؟ قالت هاجر هذا أمر الله، أتستعديني على الله ورسوله؟ وذهب إبراهيم بإسماعيل ليذبحه.
وكان إبراهيم شبثا لا يتردد، وشد وثاق إسماعيل وحد شفرته وقال: نعم العبد أنت يا بني على أمر الله. فلما أسلما وتله للجبين ناداه ربه أن فك وثاق إسماعيل، فلقد فداه ربه بذبح عظيم. من منكم مثل إسماعيل؟ من منكم بكل هذه الطاعة التامة لوالده؟ من منكم يقول له والده: إني سأذبحك، فيقول سمعا وطاعة يا أبتي؟ من منكم يتحمل أن يطلب أبوه منه أن يأتي بحبل وشفرة ثم يشد وثاقه ثم يلقيه على الأرض ليذبحه، ثم يطلب من أبيه ألا يرحمه وأن ينفذ أمر الله؟ سبحان الله حين قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. خذوا العبرة من إسماعيل يا شباب المسلمين، أطيعوا والديكم حيث كنتم تفلحوا، فإن عقوق الوالدين عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. أنا لم أنم يا شيخنا ليلة أمس، لم أنم، وطوال الليل أفكر في هذه اللحظات العصيبة التي مرت على هاجر أم إسماعيل، حيث علمت أن ولدها الوحيد سوف يذبح فأجابت أمر الله، مع العلم أنها أم وأن قلبها يتمزق على وحيدها إسماعيل، لكنه الإيمان، حيث يجري في العروق مجرى الدم، حيث يثبت في القلب ثبات الجبال. وأنا أيضا ما زلت أفكر في قلب سيدنا إبراهيم خليل الله، وهو يرتجف خوفا على ولده، وحزنا على ذبحه، وألما على فراقه، لكنه ثبات. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إنهم ليسوا بشرا عاديا مثلنا، إنهم مصطفون من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. من أفرغ الصبر على الثلاثة، من أدبهم فأحسن تأديبهم. ما هذا؟ أتبكي يا شيخنا الجليل؟ إنه الإيمان يا ولدي وحلاوته في القلوب. إذن فأكمل لنا ما بدأت عن حياة إبراهيم عليه السلام. كيف يمكن لأبن أن يذبح ابنه؟ فهل هذا من الدين؟ هل هذا من التوحيد؟ وما علاقة الدين بذبح الأبناء وقتلهم؟ إنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله. وكيف يأمره ربه بقتل وذبح ولده؟ هل ترضاه لولدك أنت؟ اللهم لا إله إلا أنت، أعوذ بالله منك يا إبليس. نحن شباب جرهم، ليس كمثلنا أحد في ركوب الخيل وترويضها، بعد أن علمنا إسماعيل بن خليل الله. إن جرهم هم أول من جاوروا السيدة هاجر وولدها إسماعيل في هذا المكان،
وكان لنا شرف الإيمان على يد هاجر وإسماعيل ورفاق إبراهيم المهاجرين إلى هنا. وظل إسماعيل عليه السلام ينصح قومه ويعلمهم ويرشدهم إلى طاعة الله جل وعلا، ويدعوهم إلى الصلاة والصيام، وأن من أطاع الله أدخله جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وأن من عصاه ليس له جزاء إلا النار. نعم النبي أنت يا ابن خليل الله، جزاك الله عنا خير الجزاء، فلقد نصحتنا وعلمتنا واهتدينا على يديك إلى الدين الحق. يا سيدنا وكبيرنا، لقد رأينا عجبا من جرهم في ركوب الخيل ومهارات الجري والقفز والسباق. لقد تعلموا على يد إسماعيل، ولا بد أن يكون لنا مثل ما لهم يا سميدع. أنا السميدع زعيم العماليق، كيف يكون لجرهم السبق علينا؟ كيف يتفوق شبابهم وفتيانهم على شبابنا في ركوب الخيل وترويدها؟ هيا هيا نذهب إلى إبراهيم لنأخذ نصيبنا من الخيل. يا إبراهيم، كيف يكون لجرهم كل هذا الفضل في ركوب الخيل ولا يكون للعماليق نصيب منها؟ ويأمر إبراهيم بإعطاء السميدع الخيل التي يريد. ما كل هذا الكرم والجود يا إبراهيم؟ لقد استبقيت لنفسك ذكرا وأنثى فقط من الخيل. ما أجمل خلقك يا رجل، لقد أطفأت ناري وهدأت ثورتي. وهكذا دائما إبراهيم خليل الله، كان لا يرد سائلا أبدا، ويكرم الضيف ولا يرده غاضبا أو محروما. يا سميدع، هل وصلت بك الذلة والمهانة أن تذل نفسك لإبراهيم لكي تعلم فتيان قبيلتك ركوب الخيل وأنت السيد العظيم في قومك؟ يا سميدع، عد واهجر إبراهيم وابنه. يا سميدع، لا تقلل من شأنك، لا تقلل من هيبتك. أعوذ بالله من الشيطان وشركه. هيا يا شباب العماليق، هيا، أنتم أفضل وأقوى شباب. هيا يا شباب العماليق، أروني كيف تركبون الخيل، كيف تقفزون بها. فلقد دربكم ابن خليل الله، فلا يكون أحد أفضل منكم على وجه الأرض في ركوب الخيل. هيا يا شباب العماليق. وهكذا ودائما يسافر خليل الله للدعوة ولا يستقر بمكان. وتخبره السيدة هاجر أن الله معهم منذ تركهم في الصحراء حتى انفجرت فيها الماء وتجمع الناس حولهم، وأخبرهم إبراهيم أنه سيعود ليطمئن عليهم.
يا فرعون مصر، لقد جئناك بخيل مروضة لا يوجد مثلها على وجه الأرض. خيل مروضة؟ الخيول المتوحشة روضت، فمن هذا الذي روضها؟ إسماعيل. إسماعيل؟ ابن إبراهيم خليل الله. عظيم ابن عظيم. وماذا تريدون مقابل هذه الخيل؟ إني سأعطيكم سفينة مقابل كل واحد من الخيول. وقد قبلنا هذا يا فرعون مصر. شاب يروض الخيول المتوحشة، يا له من أمر عجيب عجيب. تريد خطبة نرجس يا يوحى؟ نعم، فلقد أسلمت نرجس يا أماه، أسلمت، وأنا أريد خطبتها، ولكن كيف؟ كيف وأبوها وأبي بينهما عداء، وهما على الكفر أيضا؟ لا أعرف كيف تتزوج نرجس، وأبوها لواظ أشد الناس ظلما وبطشا. يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك، خطط مناسكنا يلي بنيت البيت، سلمت سلمنا لبيك رب البيت، وردنا قبلتنا قبل الرسل بسنين، وجهت أمتنا بيها بيوم الدين. يلي خليلك ربنا حكيم لما امتثل للأمر، يلي خليلك ربنا ربنا علينا في الصلاة اسمين، سيدنا الخليل ونبينا طايل عين، سيدنا النبي محمد صلوا يا موحدين، ألف صلاة اللي بدأ بالدين واللي ختم بالدين، يلي خليلك ربنا.